يلا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نحاول نكمل اللي متبقي عندنا من سكشن 4.1. احنا عموما قلنا هذا السكشن اللي هو او هذا التشابتر اللي هو تشابتر 4 اللي هو response to periodic loading، ممكن نقسمه الى قسمين. القسم الاول اللي هو يعني two main sections، اللي هو السكشن الاول اللي هو 4.1 اللي هو الفوريه expansion for the applied load for the periodic applied load، والسكشن الثاني اللي هو 4.2 اللي هو response. وقعدنا symbolic الماتلاب symbolic Fourier analysis، قلنا symbolic انه احنا الماتلاب يشتغل بشكل symbols، يعني الماتلاب ينطينا mathematical expressions، يعطينا تعابير وصيغ رياضية اللي هي analytical in nature اللي هي طبيعتها تحليلية، مثل اللي احنا نحصل عليها من نشتغل with pencil and paper، نشتغل بالورقة والقلم احنا نحصل على نفس الصيغ. زين، هذه عادة الصيغ whenever possible إذا أمكن تكون closed form، يعني الماتلاب عادة إذا احنا اشتغلنا بالsymbolic form عادة يحاول أن يلقي closed form، يحاول أن يلقي analytical solution exact solution أو closed form solution للمسألة اللي عندنا. فكمثال راح نطبقه على أنه احنا نحاول نحسب الفوريه coefficients باستخدام السيمبوليك. زين، الآن عندنا هذه هذا هو البيريوديك لود 1 half of sine wave. زين، شوفوا 1 half، بعدين عندنا 0 wave، بعدين 1 half وهكذا. فالآن نريد نكتب السيمبوليك ماتلاب. فهنا أول شيء تجي تستخدم sims. sims هذه تعني أنه أنت تنطي إشعار للماتلاب انه منو symbolic variables، منو اللي راح تريده يعاملهم as symbols، منو اللي تريده يعاملهم كرموز، ومنو اللي تريده يعاملهم كشنو كارقام. فsims السيمز نبدا هنا نقول له عندنا variable اسمه b note اللي هو الامبليتيود. شوفوا هذا to be يعني to be considered as symbols، وعندنا tb اللي هي البيريد، وعندنا الفاريبل الثالث اللي هو التايم. هذا فعندنا 3 symbolic variables. الآن نجي نقول له البي تي اللي هي هذه، شوفوا البي تي هذه نقول له هي function بهالشكل، هي بي نوت. شوفوا هاي البي نوت في ساين 2 باي في التي على تي بي، يعني نفس المعادلة بالضبط كتبتها تمام. الآن n equal from 1 to 7 اللي هو number of terms that ought to be adopted، اللي هو أقول له أريدك تحسب لي تحسب لي الفوريه كوفيشنت من 1 إلى شنو إلى 7، وأنا كاتب له الآن شوفوا أقول له الأي نوت هو الواحد على تي بي في الانتجريشن مال هذه الدالة، واضحة شو؟ فالاي ان تي هو الانتجريشن، بي تي هي الداله مو تي هو الفاريبل اللي بي شنو تو بي تو بي تو بي انتجرال وذ ريسبكت تو ات، يعني باعتبار هسه احنا ايش عنده التي ممكن يكون فاريبل والتي على بي ممكن شي يكون فاريبل، فاقول له انه الداله اللي هي تو بي انتجريتد هي pt والانتجرانت هذا مالتنا هو t، والليمت من 0 الى 2 الى tp على 2، ونفس الشيء بالنسبه للبقيه. راح يحلها هنا طبعا، مجرد انه تتذكرون قلنا اذا ما نخلي سيمي كولن فهو راح يطبع لنا الامور اللي يحسبها، فهنا اغلب الامور انا ما مخلي بعدها سيمي كولن. فطبعا هاي مفيده شنو بالبدايه بالتدقيق، فتعرف انه قرأ الدالة صحيح. والآن يبدي يحسبهم، يقول لك الاي نوت هو هالقد، الاي ان يحسب لك هاي الحدود السبعة، والبي ان هالشكل، هاي الامور اوكي. وعدكم هاي هوم وورك تحلوه. زين، الان اكو موضوع طبعا هو
يعني من الحقيقة هو من حق التقديم، بس هو مع في كتابنا مؤخرة، اللي هو الـ even والـ odd شنو function. إذا أنت إذا كانت الـ bt even مو، فإحنا نتوقع أنه ما يطلع بيها الـ bn. ليش؟ لأن الـ bn هو odd، فاللي قدام نقدر نقول أنه الـ bn يشبه صفر، واضحة؟ فإذا كانت الدالة الـ bt الـ applied load هو is an uneven function وكان دالة زوجية، فبالتالي راح يصير فوريه اكسبانشن متكون من الاي نوت، هذا الابسوليوت تيرم والكوساين تيرمز. اوكي شنو شبي لا البي ان يطلع صفر، البي ان يطلع صفر، اي لا هو صفر يطلع، يعني تجرب انه خلي بي ان وروح كامل تكامل اللي يعطيك البي ان يطلع صفر، فالبي ان يطلع صفر. شلون يعني مضروب بالصفر؟ هاي الكميه ما تكون، لا مو ساين نفسه صفر، او انت هسه مثلا عندك ساين اوميجا ان تي بار تي، هذه مو صفر، البي ان هو الصفر، واضحه ما اقول؟ زين اذا عندك الداله اود، فمنو اللي راح يختفي؟ راح يختفي الاي نوت والاي ان، فتبقى يا تيرمز اللي هي الساين terms، فال pn تكون له قيمة والبقية طبعا واضح. هذه هي ال even function اللي هي شنو، هذا symmetry with respect to y axis، وهذه هي ال odd function اللي هي هذا symmetry with respect to origin. اوكي الان ممكن انه هذه التكاملات اللي هي ال integration to determine the Fourier coefficients ممكن انه احنا نجريها بشكل numerical. اوكي واضحه طبعا ممكن اذا اخذنا الترابيزويدال رول. اوكي اللي هو شنو، احنا تدرون هو اي تكامل هو اريا اندر ذا كيرف، مو فاحنا عندنا عموما هاي المساحه شلون نحسبها؟ عموما اكو طريقتين، يعني اي لا مو سيمسون، اللي عندنا طريقة يسموها نيوتن كودز اللي هي السيمسون والريكتانجولار، وهاي كلها ضمن من ضمن النيوتن كودز. زين واللي هو شنو، اللي هو انت عرض، يعني العرض والارتفاع او الشكل البيزك شيب للالمنتال ستريب انت محدده سلفا، يعني بالترابيزويدال انت قررت انه تبدل الاوريجينال الاريا اندر ذا اوريجينال فانكشن تبدلها بترابيزويد، والترابيزويد هو وذ بري ديفايند ويدث والبري ديفايند شنو هايت. اوكي فذني يسموه نيوتن كوتس. مرات لا شو تقول؟ تقول اني العرض والارتفاع اتركهم متغيرات زين بحيث احصل على افضل انتجريشن باقل كومبيوتيشنال افورتس. هذا ينشا عندنا فد شيء يسموه الجاوسيان كوادريتشر، ماخذين جاوسيان كوادريتشر مو زين. طبعا بالفاينايت اليمنت اغلب تكاملاتنا شنو هي؟ جاوسيان كوادريتشر، لان بالفاينايت اليمنت الاستفنس احنا نجيبها من النيوميريكال انتجريشن. المهم احنا اذا استخدمنا الترابيزويدال رول فمعناته هذا التكامل ايش راح يتبدل؟ يتبدل بهالشكل، نبدله بترابيزويد فدلتا تي مو؟ اوكي الترابيزويد هو شنو ارتفاعه؟ الارتفاع الاول زائد الثاني على 2 مو؟ لكن الارتفاع الثاني راح يدخل ويا من؟ ويا الترابيزويد. الارتفاع الثاني يكون هو ارتفاع ثاني بالنسبة لمن؟ الترابيزويد الاول، ويكون الارتفاع اول بالنسبة للترابيزويد الثاني مو؟ فالارتفاع الثاني راح يدخل مرتين مو؟ فبعد يروح النص وهكذا. نرجع وين؟ من اللي يظهر بنص الارتفاع شنو؟ الأخير. الآن يقول إذا إحنا رتبنا الديتا مالتنا بحيث إنه الـ Q0 والـ Qn اثنينهم شبيههم أصفارة مو؟ يعني شنو؟ يعني نبدي من خارج الديتا، يعني نتخيل نقطة قبل الديتا نعطيها صفر، ونقطة بعد الديتا شنو نعطيها؟ صفر. فمعناته هذه الحدود هذا وهذا راح شنو؟ to be vanished يروحون، ف
فيبقى هذا التكامل. اوكي، اذا اشتغلنا بهالطريقه فالكوفيشنت راح تطلع هذه قوانين. تمام، واضحه هذه؟ وهاي عندكم هوم ورك اضافيه تحلوها. الان عندنا في الموضوع هو خارج الكتاب، يعني بس السمعون به هيك يعني. شو اسمه هذا؟ اكو كتاب مال البروفيسور جيلبرت اسمه Differential Equation and Linear Algebra، فحاكي على موضوع يسموه الديكي ريت. الديكي ريت، الديكي ريت هو شنو؟ انتم اذا لاحظتوا كل الفوريه اكسبانشن او اغلب الفوريه اكسبانشن شو يظهر بها بالمقام؟ يظهر بها الـ N اللي هو رتبة الترم، مو صحيح؟ مو؟ فمثلا إذا ظهر الـ N فمعناتها الترم الخامس راح يتقسم على 5، السابع يتقسم على 7، المية يتقسم على 100 وهكذا. فمعناتها كل ما يزداد الـ order مع الترم زين تأثيره شبيه يقل، واضحة؟ وهذا هو اللي يخلي شنو؟ اللي يخلي الفوريه اكسبانشن شو يصير بها؟ يصير بها كونفرجنس، واضحة العملية؟ شو نسميها؟ نسميها كونفرجنس. شنو يعني؟ يعني أنت يجوز تاخذ 20 ترم وأنت تحصل على نتائج قريبة، يعني شنو؟ الفوريه سيريز شنو؟ to be converged to the function to the original function، واضحة؟ زين، اذا كان بالمقام عندك شنو n سكوير، فالكونفرجنت راح يكون شنو اسرع. اذا عندك n كيوب الكونفرجنت اسرع. هذا هو شيء يسميه ريت اوف ديكي او ديكي ريت. ديكي ريت يعني الترم يبدي يختفي تاثيره، مو؟ فمثلا يجوز ب 20 ترم انت تحصل نتائج جيده. واضحه شنو اللي نريد نناقشه هنا؟ هنا هو هذا بروفيسور جيلبرت ينطق قاعده، يقول الديكي ريت يعتمد على الديجري اوف سموثنس. يعني الداله اللي احنا نريد نسوي لها الفوريه اكسبانشن اذا كانت سموث، يعني ما بيها ابربت تشينج، ما بيها تغيرات شنو حاده. اوكي، فعاده هذه يكون الديكي مالتها هو ريلاتيفلي فاستر. اوكي، وإذا كانت الدالة شبيهة with abrupt changes تغيراتها شبيهة حادة، فعادة الديكي مالتها شو يكون بطيء. واضحة؟ هسه يبدي بوحدة من أعقد الدوال اللي هي الدلتا فانكشن. قبل لا نتكلم عن الدوال، هو متكلم بدلالة شنو؟ متكلم بدلالة السبيشال فاريبل الإكس. اوكي، احنا طبعا واضح بالداينامكس بيجي نتكلم هسه تمبرال مو فاريبل، بس الافكار هي نفسها. تمام، فمثلا نبدا بالدلتا فانكشن. هاي الدلتا اللي هي تظهر شنو؟ تصير مثل السبايك، هو يعبر عنها مثل الشراره. اوكي، يعني تظهر هنا بحالتنا شنو؟ almost with zero time لكن شنو؟ with infinite intensity. اوكي، هسه شو تقولون هذه الديجري اوف سموثنس مالتها شبيهة؟ قليله عاليه؟ كلش قليله تقريبا، ما واضحه، لان هي كلها عباره عن ابربت تشينجز. فالان يقول لك شوف شلون تبين انه هذه من نسوي لها فوريه اكسبانشن ما راح يظهر النمبر اوف يعني الترم اوردر او النمبر اوف ترم ان ذا دينومينيتور، اصلا ما بيها ان بالمقام، فهاي شنو؟ هاي ما يصير بها كونفرجنس. هاي من ناحيه رياضيه، من ما يظهر ان بالمقام شنو شو نريد نقول؟ نقول كل ترم من هاي الترمز له نفس الاهميه في وصف السيجنال. الان ياخذ داله اللي هي الستيب فانكشن. اوكي، هاي الستيب فانكشن واضح هنا زادت الديجري اوف سموثنس، مو؟ اي هنا الابروت تشينج وين صار فقط اللي هنا، مو؟ بينما من نتحرك مثلا من زيرو للباي فالداله هي سموث، لكن بالباي يصير عندنا فد ابرب تشينج وهكذا. هنا شوف ايش ظهر،
ظهر الترم ظهر الان وين في المقام، فالريت مالتها هو 1 على كي او 1 على ان. اذا ناخذ داله شنو الرام فانكشن، ها زادت السموثنس مالتها، فش يظهر عندنا؟ يظهر عندنا الان او الكي تربيع وهكذا، واضح. فهو بالاخير شو مسوي؟ مسوي جدول بالديكي ريت والنوع الداله. فالدلتا اللي هي شنو السبايكس هاي، اوكي شنو اللي هي هاز نو ديكي، اوكي. الستيب فانكشن طبعا بالمناسبه احنا جاي نسوي بهالاتجاه، احنا جاي نكامل، يعني الستيب فانكشن تظهر من الانتجريشن مال من مال دلتا فانكشن، والرام فانكشن تظهر من الانتجريشن مال الستيب فانكشن، والسبلاين فانكشن تظهر من الانتجريشن اوف رام فانكشن، اوكي واضحه تمام. فهذه حتى لا يعني حتى لا تظل يعني الفوريه كانما ما بها فت قاعده او رباط للسالفه، اي لا بها واضحه، انت بسهوله تعرف الديكي تمام. بقى عندنا موضوع حمين بس مجرد ان تسمعون عنه، اللي هو الاكسبونيشنال فورم. احنا مر علينا سابقا اكو فد شيء يسموه الاويلر ريليشن شيب، مو هذا مر علينا سابقا، اللي هو يربط يربط الكوساين والساين بالريل سيستم، يربطهم بالاكسبونيشنال فانكشن لكن وين؟ بالكومبلكس او الايماجينري سيستم، اوكي. فاذا اشتغلنا بهالطريقه يصير الفوريه اكسبانشن شنو؟ بدلاله الاكسبونيشنال فانكشن لكن with term variable، اوكي واضحه؟ هذه همين بس مجرد السمعون عنها. الان احنا خلص عندنا شنو؟ خلص عندنا سكشن 4.1، يعني شنو اللي هسه؟ احنا عندنا لود وحولنا اللود من شكله الحقيقي من شكله الاصلي اللي هو اللود بي از ا فانكشن اوف تي، حولناه الى الفوريي اكسبانشن مالته. زين فنتوقف اللي هنا هسه حتى على السكشن الداخلي هو 4.2 نبدي نحسب الريسبونس.